السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدين شاشة تلفزيون الفجيرة في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استديو الفجيرة. هذا البرنامج الذي دائما ما نسعى من خلاله إلى إرضاء ذائقة الجمهور الكريم الذي يتابعنا من داخل إمارة الفجيرة ومن خارجها. والحين خلوني أمسي في البداية على زميلتي أو رفيقتي مشوار دربي في هذا البرنامج، زميلتي المتألقة زينب المطروشي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير والنور والسرور يا علي، يعطيك العافية. الله يعافيك يا مرحبا. مساكم الله بالخير مشاهدين الأعزاء في برنامجكم استديو الفجيرة. هذا البرنامج نقدم لكم من خلاله آخر وأهم الأحداث في إمارة الفجيرة الحبيبة وما حولها، مع مجموعة أكيد من الفعاليات وبعض الضيوف المميزين. أكيد زينب، وكالعادة مشاهدين الكرام راح نبدأ معكم ومع فقراتنا لهذه الليلة. بداية أخبار دار السعادة، وبعدها بننتقل وياكم لفقرة ترند في دار السعادة، واللي من خلالها إن شاء الله راح نلقي الضوء على أهم الترندات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن عقبها بنروح لفقرة حديث الفجيرة، وبتكون لنا وقفة مع فنان تشكيلي بيكلمنا عن دورة خطوط والألوان التي أقيمت في مركز مسافي الإبداعي، وفي فقرة متميزون رحلة استثنائية مع مغامر صاحب مسيرة مميزة. فعلا مشاهدينا، هذه هي مواضيعنا مع ضيوفنا المميزين لحلقة اليوم، وإحنا دائما بانتظار تفاعلاتكم بعد آرائكم في مواضيعنا المختلفة وفقراتنا المتنوعة، وذلك عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي خاصة تلفزيون الفجيرة عبر هاشتاغ استديو الفجيرة. لكن الحين خلينا نروح معاكم ونتعرف على آخر المستجدات في فقرة دار السعادة. نعم مشاهدينا، نظم نادي دبي الرياضي الثقافي ورشة السنع الإماراتي لفئة الأطفال الذكور ضمن برنامج النشاط الصيفي إبداع ترفيه موهبة. فعلا، وقد تناولت هذه الورشة ورشة السنع الإماراتي تعزيز ثقافة المشاركين بقيم ومبادئ مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة الأصيلة والعادات والتقاليد أيضا المتوارثة عبر الأجيال. مزيد من التفاصيل عن هذه الورشة مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ خالد جميع الهنداسي رئيس قسم الموروث في دار المحيط للنشر، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير معا. الورشة اليوم قدمناها مش بهدف أن ننقل معرفة فقط، احنا قدمناها اليوم بهدف نقل معرفة، بالإضافة إلى أن احنا فعلا نتمنى من أبنائنا وبناتنا في هذا اليوم أنهم فعلا يمارسون هذه العادات والتقاليد، الأشياء اللي احنا ورثناها أبن عن جد من جيل إلى جيل. ففعلا هذه الورش الهادفة اللي احنا قاعدين نخطط لها ونستهدف فيها أبنائنا ونقدمها، هدفنا الأساسي منها أن نقدم نقل معرفة حقيقية، بالإضافة إلى أن نتمنى أن فعلا هذا الموروث الإماراتي أن ما يندثر، وبالعكس يتم توارثه جيل بعد جيل. نعم مشاهدينا الكرام، وللحديث عن هذه الورشة يسعدنا أن نرحب معا عبر الهاتف مباشرة بالأستاذ خالد جميع الهنداسي رئيس قسم الموروث في دار المحيط للنشر. مساك الله بالخير أستاذ خالد. مساك الله بالخير أستاذ. أهلا هلا هلا أخوي أستاذ علي وأستاذ زينب المطروشي. نعم معك زينب، والله أنا سعيد أني أنضم لكم اليوم. الله ويعني حقيقة أنتم الإعلاميين المميزين حقيقة، والله يعطيكم العافية. الله يعافيك لكم ولفريق العمل من مخرجين ومصورين وإعداد، حقيقة لكم جهود جبارة في هذه في هذا التلفزيون. حقيقة اليوم كل يوم نشوف برامج جميلة، وحقيقة تمتعوننا بما هو جديد من خلال الدورات البرامجيه. الله يسلمك، ألف ألف عافيه. الله يسلمك استاذ خالد، هذا طبعا دائما ما نسعى اليه حقيقه، تقديم
آخر المستجدات في إمارة الفجيرة أكيد وما حولها من أخبار وفعاليات ومهرجانات أكيد. بداية أستاذ خالد، ياريت لو تحدثنا عن ورشة الصنع الإماراتي اللي نظمها طبعا نادي دبا الرياضي الثقافي يوم أمس. بالحقيقة يعني أنا أوجه الشكر الجزيل إلى نادي دبا الرياضي الثقافي على هذا البرنامج اللي هو الصيف يجمعنا. طبعا هو عنده دورة برامجية جميلة حقيقة، ومن ضمنها هي ورشة السنة اللي استقطبت الكثير من عيالنا من أعمار 13 أو من 12 إلى 17، واليوم حتى هذه الورشة شملت أبناء المنطقة من مواطنين ومقيمين. وحقيقة تحدثنا في هذه الورشة عن السنع الإماراتي. طبعا كما تعلمون أن السنع الإماراتي هو من أهم العادات الأصيلة اللي يتميز فيها المجتمع الإماراتي، ويعني نحن في هذه الورش دائما نعزز ونركز على بعض الأمور اللي يحتاج إليها هذا الشاب أو هذا الطفل، إن نذكرهم ببعض العادات وبعض التقاليد وبعض السلوكيات اللي كانوا أهلنا الأوليين يتميزون فيها حقيقة، واللي مثل ما ذكرته في التقرير اللي كان نورثها من الآباء والأجداد. صحيح، وأستاذ خالد جيل بعد جيل أكيد نتوارثها. أنت ذكرت أن أبرز المحاور هي كانت عبارة عن السنع الإماراتي، بالتالي ماذا تضمنت هذه المحاور وأهم المواضيع اللي تكلمتوا فيها وكانت خاصة بالسنع الإماراتي بعاداتنا وتقاليدنا وأيضا الموروث الثقافي؟ حقيقة هناك عدة محاور تناولناها في هذا في هذه الورشة، اللي منها الضيافة الإماراتية، السلوكيات الدخيلة علينا، تحدثنا عن آداب صب القهوة، تحدثنا عن سنع المجالس، تحدثنا عن الثقافة الإماراتية، تحدثنا عن الكثير في هذه الورشة، ولاحظنا أن التفاعل الجميل مثل ما شاهدنا اليوم ما شاء الله عبر تقرير اللي عرفته جزاكم الله خير، فلاحظنا تفاعل حقيقة مع هؤلاء الحضور بوجودهم وبوجود البعض جاي بحد من أسر الكبار. فإذا لاحظنا أن في استمتاع اليوم، يعني حتى لو تناولنا موضوع آداب صب القهوة البعض يجهل بعض التفاصيل البسيطة، وحتى من أخواننا المقيمين الموجودين يعني يجهل أن مثلا تقديم القهوة يجب أن تقدم لكبير الحاضرين، يجب أن تقدم من اليمين، يجب أن هناك آداب حقيقة لصب القهوة، وهذا من السنع الإماراتي المعروف اللي دائما القيادة الرشيدة توجهنا فيه وهم قدوتنا في هذه الأمور. يعني اليوم يعني يؤسف الشخص أنه مثلا في بعض الأحيان في مجلس تشوف شخص مثلا لا يعرف أنه مثلا ممكن يقدم القهوة وما يعرف أنه يرجع. مثلا احنا عندنا من عاداتنا وتقاليدنا أن إذا اكتفيت تهز الفنيان، صحيح. أو إذا ضغيت زيادة ترجع الفنيان بدون ما تهزه. فهذه يعني نحن حبينا نعزز هاي الأمور عند عيالنا وحتى مع أخواننا المقيمين اللي كانوا حاضرين الورشة. فعلا صحيح، يعني أكيد أستاذ خالد مثل ما ذكرت من الجميل جدا والرائع أن نركز على هذه العادات والتقاليد الموروث الثقافي والإماراتي الشعبي. شاكر لكم أكيد على هذه الجهود المبذولة، وكل الشكر لك على هذه المداخلة الأستاذ خالد جميع الهنداسي. شكر لك أستاذة زينب وأخوي علي، على قولتهم أخوي علي بلدياتي، عجل إخواننا المصريين بلدياتنا. الله يسلمك يا خالد، الله يسلمك. يعطيك العافية أستاذ خالد، وما قصرت أكيد رئيس قسم الموروث في دار المحيط للنشر، شكرا لك أستاذ خالد ويعطيك العافية. الله يحفظك، يعطيك العافية. نعم مشاهدينا الكرام، ومن دبا الفجيرة إلى دبي، حيث تتواصل في دبي فعاليات الدورة 14 من عالم دبي للرياضة، والتي تأتي بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. نعم مشاهدينا، حيث يقدم عالم دبي للرياضة خيارات واسعة وأيضا متنوعة من الرياضات والأنشطة أيضا الممتعة والمناسبة لمختلف الأعمار والقدرات. تفاصيل أكثر نتعرف عليها معاكم من خلال التقرير التالي.
اوريدي اكاديميه جامعه المدينه احنا بنشارك دايما في دبي سبورتس وورلد، دايما بنعمل السمر بروجرام بتاعنا هنا في الاكاديميه بتاعتنا، هنا بنعمله هنا في الملاعب بتاع دبي سبورتس وورلد. الفاسيلتي طبعا بتساعدنا ان احنا نغير الروتين بتاع التمرين، والولاد بتمارس انشطه كتير هنا. طبعا في الفاسيلتي دي بتساعدنا دايما ان احنا الولاد تتمرن في اجواء مناسبه. يعني البروجرام بتاع ريال مدريد بيبقى مختلف شويه، الولاد بتخرج بره مود التمارين ومود اللعب في الاوت دور، فبيتعلموا سكيلز جديده، بيتعرفوا على لعيبه جديده، بيعملوا صداقات، بيلعبوا العاب مختلفه، فدي دايما بتساعدهم دايما ان هم يتطوروا ويعبروا عن نفسهم. شهر 7 وشهر 8 ده بيعتبر زي سمر بروجرام للولاد، الولاد دايما خلاص مفيش مدارس او كده، فالولاد دايما بتتعلم ان هي تتعلم مهارات جديده بالعاب جديده، فده بيساعدنا دايما ان الولاد تكتسب خبرات، فده بيبقى شيء كويس جدا وايجابي لينا وايجابي للولاد. وطبعا بعد كده لما بيجي نبدا السيزون الجديد في سبتمبر، الولاد طبعا بتتحرك معانا على الفروع بتاع الاكاديمي. It's a fantastic opportunity for all sports enthusiasts to find multiple sports under one roof in a safe and fun environment. The facilities here are very good. We find lots of parents who come with multiple children who are doing different sports. So for example, one child could be doing badminton, another child could be doing football. So they find it everything in one under one roof, very convenient for them. We have programs for adults, for children, running right through the year at multiple venues across Dubai. But in the summer, we come to Dubai Sports World, where the convenience of the location, very centrally located, so people from both sides of Dubai can access it. And it's extremely convenient. The metro station close by and the location of Dubai Sports World. نعم مشاهدين الكرام، أهلا بكم من جديد. نظم مركز اقرأ واستمتع مبادرتها دعم أهالي أصحاب الهمم المؤتمر الخليجي الأول لعام 2024 تحت شعار التعليم للجميع، تمكين الطلاب ذوي صعوبات التعلم. فعلا مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الأستاذة وداد بوشنين، مؤسس ومدير مركز اقرأ واستمتع. مساك الله بالخير أستاذة. يا مرحبا وسهلا، حياك الله والعافيه والسعاده. حياك الله استاذه. بدايه لو نتحدث عن المبادره اللي اقامها المركز اقرا واستمتع لدعم اهالي اصحاب الهمم. بدايه عزيزتي شكرا للاستضافه، وكل عام وانتم بخير بمناسبه العام الهجري. وانت بخير. مركز اقرا واستمتع، الله يحفظكم، مركز اقرا واستمتع اطلق عده مبادرات وهي المستمره طوال العام. هاي المبادرات تقدم خدمات تثقيفية شاملة ومتنوعة لجميع فئات المجتمع، الطفل والأسرة، كبار السن وأصحاب الهمم منذ بداية التأسيس. نرجع لمبادرة دعم أهالي أصحاب الهمم، هي تهدف إلى تعزيز المعرفة، تقديم الدعم المستمر للأهالي، وطبعا تثقيف الأهالي باحتياجات وحقوق أبنائهم والتحديات اللي يواجهونها. وفازت المبادرة بجائزة الشارقة للعمل التطوعي 2021. من ضمن هاي المبادرات أو الفعاليات اللي تقدمها هاي المبادرة كان المؤتمر الذي أقيم في 7/7 يعني من يومين، برعاية الشيخة شمس بنت حشر آل مكتوم الرئيس الفخري للمركز تحت شعار التعليم للجميع، تمكين الطلاب ذوي صعوبات التعلم. كانوا ضيوفنا متخصصين في هذا مجال أصحاب الهمم، وبذات في مجال صعوبات التعلم، من دول الخليج العربي. الهدف من المؤتمر كان رفع مستوى الوعي حول صعوبات التعلم وإلقاء الضوء على علامات وأعراض صعوبات التعلم، أيضا توضيح دور الأسرة وخاصة الأم في تنمية قدرات الطفل، والتعرف على تقنيات التعلم المتمركز حول الطالب من ذوي صعوبات التعلم، دور العلاج الطبيعي، والتعريف بالدلالات النفسية لرسومات أصحاب الهمم، وأيضا التعرف على أهمية الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعليم ذوي صعوبات التعلم. رائع، يعني أستاذة ما شاء الله كان لديكم العديد من الأهداف أكيد اللي أردتم تحقيقها من خلال هذه المبادرات.
نعم نعم بارك الله فيك. نعم طيب أستاذة وداد، هل واجهتكم بعض التحديات في تنظيم هذه المبادرة أم لا؟ لا لله الحمد والمنة ما كان في أي صعوبات، بالعكس رئيسة إن رئيس المبادرة والمتابعة والمشرفة عليها الأستاذة لبنى خالد الكندي ما شاء الله عليها، بذلت أقصى جهدها علشان التواصل مع هذين المتخصصين وأصحاب الخبرة في هذا المجال، فكان في تعاون كبير جدا لتحقيق أهداف المؤتمر. يعطيكم العافية. يعني أستاذة وداد لو تخبرين أكثر شو راح تكون إن شاء الله مبادراتكم وأيضا مشاريعكم القادمة بما يخدم أفراد المجتمع؟ الغالي احنا لله الحمد والمنة يعني مبادراتنا المجتمعية دائمة العطاء وتقدم أقصى جهودها وأفضل ما لديها، وطبعا تطوعا لخدمة المجتمع، فدائما احنا عندنا كل شهر تقريبا 10 فعاليات لخدمة هاي الفئات اللي كلمتك عنها اللي هو الأسرة والطفل وكبار السن وأصحاب الهمم. أما بالنسبة لأبنائنا من أصحاب الهمم غير طبعا المؤتمر وبتي إن شاء الله محاضرات ودورات وكذا، أطلقنا بالتعاون مع دار شاهين للنشر الكتاب الجماعي الأول لأصحاب الهمم تحت عنوان وجودهم يصنع الأمل، اتوقع في معرض أبوظبي الدولي ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، يحتوي على قصص كتبوها أصحاب الهمم نفسهم عبروا فيها عن الشيء اللي يحبونه وشو يريدون من المجتمع وشو يبغون من الأسرة، وبإذن الله تعالى ترقبوا الكتاب الثاني لأمهات أصحاب الهمم إن شاء الله. هذا بيكون الأم هي اللي بتكتب مسيرة حياتها مع الطفل والصعوبات والتحديات اللي واجهتها عشان يعني تحضر لبيئة سليمة يتفاعل فيها الطفل. نعم. يعطيكم العافية ما شاء الله، يعني فعالياتكم دائما مستمرة. لا ما شاء الله بإذن الله مركز اقرأ واستمتع، يعني أنا على معرفة شخصية بهذا المركز، مركز يشار له بالبنان حقيقة ضمن جهود الكثيرة حقيقة في خدمة الأسرة والمجتمع وبالتحديد أصحاب الهمم. أكيد نحن هنا أسرة تلفزيون الفجيرة حقيقة تقدم لكم كل الأمنيات حقيقة بالتوفيق والشكر الجزيل لكم على جهودكم الكبيرة حقيقة. كنت معنا الأستاذة وداد بوشني، وشكرا لدعمكم، أنتم بعد ما تقصرون دائما. الله يسلم، هذا واجبنا، الله يسلم. كنت معنا الدكتور أستاذة وداد بوشنين مؤسس ومدير عام مركز اقرأ واستمتع، شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة على هذه المداخلة. يعطيك العافية أستاذة. الله يحفظك، مرحبا بس، حياك الله، مرحبا بس. مشاهدينا لقيت ورشة الإعلامي الصغير اللي استضافها نادي الفجيرة العلمي أمس في إطار فعاليات المخيم الصيفي العلمي الثالث، مشاركة متميزة بالفعل من قبل الرواد والأعضاء أيضا المنتسبين للنادي. صحيح زينب، والتي تم مشاهدينا الكرام من خلالها التعريف بأساسيات العمل الإعلامي وما يتضمنه من عناصر. تفاصيل طبعا أكثر عن هذا الموضوع في سياق التقرير التالي، فلنتابع معا. في هالورشة تعلمنا ان كيف الاعلاميين واثقين من انفسهم وكيف احنا نقدر نطلع قدام الكاميرا بشكل احسن، وفي هذه الاشياء تعلمنا ان كيف نكون واثقين من انفسنا، كيف نكتب الكلام، كيف نحفظ الكلام، وهذه طبعا هاي الاشياء ان شاء الله تفيدنا في المستقبل اذا نكون اعلاميين. صراحة ما قصرتوا على هاي الورشة الطيبة واستفدنا وايد اشياء. استفدنا من الورشة اليوم إنه نتعلم كيف إنه نتكلم أمام الكاميرا وما يكون عندنا توتر، وتعلمنا أيضاً إنه كيف نجهز قبل لا نبدأ التصوير أو اللايف المباشر، واكتشفنا تعلمنا بعد إنه يكون في أكثر من طاقم يكون وراء الكاميرا المونتاج وما إلى ذلك، وأيضاً تعلمنا إنه إذا وقفنا قدام الكاميرا ما يكون عندنا أي توتر، ونكون عارفين ومجهزين شو ونكون نعرف شو المذيع بيسألنا ونكون مجهزين لأي سؤال.
أعلنت جمعية بيت الخير أنها أنفقت منذ بداية العام 2023 وحتى منتصف العام الجاري نحو 11.4 مليون درهم لدعم استقرار الأسر المواطنة الأقل دخلا ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة وأيضا مواكبة الأجندة الوطنية للارتقاء بسعادة المستفيدين وتعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي. نعم مشاهدينا الكرام، ويأتي هذا الإنفاق ضمن أهداف الجمعية الاستراتيجية الرامية إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة. تفاصيل أكثر سنتعرف عليها من عبر الهاتف مباشرة مع الأستاذة حليمة الضنحاني، وهي مدير شؤون الأفرع في جمعية بيت الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذة حليمة. مساء الله بالخير أستاذة. مساء النور والسرور، اهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يا مرحبا بك. بدايه استاذه حليمه، ما هي الاهداف الرئيسيه التي تسعى دائما جمعيه بيت الخير لتحقيقها من خلال هذا الانفاق؟ بدايه طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يشرفني طبعا في البدايه اتقدم للاخ علي الاخ زينب بخالص تحيه وتقدير. ما شاء الله على متابعتكم الدائمة مع جمعية بيت الخير في كل جديد وكل مشاريعها، وكل عام أنتم بخير. أهنئكم طبعا جميع أسرة البرنامج والمشاهدين بالعام الهجري الجديد، الله يجعل إن شاء الله بالخير والبركة. يا آمين والصحة والسلامة. آمين نعم. بالنسبة للموضوع المساعدات السكنية التي توفرها جمعية بيت الخير هي لدعم الأسر المواطنة، وجمعية بيت الخير طبعا تضع في مقدمة أولوياتها الأسر المواطنة، كذلك اهتمامها بأسر الشباب الناشئ ضمن مبادرتها للمسؤولية المجتمعية لتعزيز طبعا الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بما يرفع طبعا مستوى السعادة في المجتمع. صحيح، يعني أستاذة أنت ذكرتي الفئات اللي يتم اختيارها أكيد عشان تستحق هذه المساعدة، لكن كيف يتم بالفعل اختيارها لتتوافق مع جهود الجمعية أيضا ومع الأجندة الوطنية للارتقاء بسعادة المستفيدين من مثل هذه الخدمات؟ طبعا حقيقة بالنسبة لبرنامج حافز يضم مشروع الدعم السكن ومشروع مستلزمات المنزلية الأساسية لاستكمال بعض النواقص في البيوت الأسر مثل الأثاث مثل الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مشروع صيانة منزل محتاج طبعا من خلال دراسة الطلبات اللي تستقبلها الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، ومن خلال طبعا لجنة مختصة وباحثين على دراية باحتياجات الأسر المواطنة وأسر الشباب، وتقدم طبعا المساعدة لدعم استقرارهم. وقدمت ولله الحمد من بداية العام الماضي وحتى الآن أكثر من 11.4 مليون درهم. ما شاء الله، يعطيكم العافية. نعم. نعم يعني جهودكم أكيد معروفة أستاذة حليمة، وهذا أكيد للارتقاء بالأجندة الوطنية وأيضا مستوى المعيشة وبالتحديد للمواطنين على أرض هذا الوطن المعطاء. كل الشكر لك على هذه المداخلة الأستاذة حليمة الضنحاني مدير شؤون الأفرع في جمعية بيت الخير. شكرا لك أستاذة ويعطيك العافية. عفوا، جزاكم الله ألف خير. يعطيك العافية، حياك الله. بالعفو. مشاهدينا، والحين بننتقل معاكم ونتعرف أكثر على آخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في فقرة ترند في دار السعادة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أما عن تفاصيل أخبارنا في فقرة ترند في دار السعادة فنذهب بكم للخبر الأول، حيث استقبل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بكافة المسارات وبارك تفوقهم. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي، استقبلنا في بدايته أبناءنا الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بكافة المسارات وباركنا لهم تفوقهم، كل الشكر لجميع العاملين في الميدان التربوي وعلى رأسهم مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد.
كما استعرضنا أهم الاستعدادات للعام الأكاديمي القادم في الدولة. تمنياتنا للخريجين بالنجاح في مستقبلهم الوظيفي ولبقية الطلاب دوام النجاح والتفوق بإذن الله. تفاعل رواد منصة إكس مع منشور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث علق حمدان الحسني: حفظكم الله سيدي، اللهم آمين. كما علقت إيمان فارس أيضا وقالت: شكرا سيدي لأنك رائع بكل تفاصيلك، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، سموك قائد استثنائي، ألف ألف مبروك للمتفوقين، ألف مبروك للجنود التربويون الرائعون على بذلهم مزيد في مشاركتهم بناء المجتمع بالعلم، شكرا للتفوق. أكيد شكرا لهم، يعطيهم ألف عافية أكيد. والروح مشاهدينا الكرام لخبرنا الثاني. واتساب يختبر تحديثا جديدا يتيح للمستخدمين إجراء تعديلات على الصور مباشرة عبر التطبيق باستخدام ميتا AI، حيث ستكون لديهم القدرة على التحكم الكامل في عناصر الصورة مع إمكانية طبعا الحذف والإضافة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تفاعل كبير على منصة انستغرام، حيث علق أحد الحسابات: أنا من قوم الواتساب ما أستغنى عنه، كنا وياك. وحساب آخر أيضا علق على منصة انستغرام وقال: يبدو أن ليس وهو يبدو طبعا أنه ليس من مستخدمي الواتساب، وقال: ما أدري متى آخر مرة دخلته، طبعا يقصد الواتساب. نروح لخبرنا الثالث مشاهدين الكرام، حيث تنطلق اليوم في تمام الساعة 11 مساء منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بإقامة أولى مباريات هذا الدور بين منتخبي فرنسا وأسبانيا على ملعب اليانز إرينا بمدينة ميونخ الألمانية. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا حقيقة بين مشجعي المنتخبين، فمنهم من يدعم فرنسا والآخر يدعم أسبانيا، حيث علق محمد: أسبانيا بدون منازع. هذا شكلا من مشجعي أسبانيا. أما سالي فقد علقت وقالت: التوقعات أسبانيا بس الحظ دائما مع الفرنسيين. هذه أكيد بعد أسبانية ومشجعة أسبانية وتشجع منتخب الأسباني للفوز على المنتخب الفرنسي هذه الليلة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أخبارنا في فقرة ترند في دار السعادة. وطبعا أنتم أيضا يمكنكم اقتراح المواضيع التي ترغبون بطرحها في هذه الفقرة على هاشتاغ استديو الفجيرة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لتلفزيون الفجيرة. يعطيك العافية علي على هذه الله الأخبار. يعافيك جزيلا. يعطيك العافية. مشاهدينا فاصل سريع نرجع نكمل معاكم باقي مشوارنا وفقراتنا مع ضيوفنا المميزين، انتظرونا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وما زلنا مستمرين معكم ومع فقراتنا المنوعة من برنامجكم استديو الفجيرة. والآن سننتقل بكم لفقرة متميزون. مشاهدينا، تعتبر المغامرات رياضة شاملة تجمع ما بين النشاط البدني وأيضا التفاعل مع البيئة الطبيعية، مما يعزز من اللياقة البدنية والقوة الذهنية أيضا وروح التحدي والمثابرة. صحيح زينب. اليوم مشاهدينا سنأخذكم في رحلة استثنائية مع شخصية مميزة عرفت بشغفها الكبير بالمغامرة والاستكشاف منذ أكثر من 10 سنوات. نعم مشاهدينا، دعونا نتعرف أكثر على المغامر مبارك علي الحمادي. مساك الله بالخير مبارك وحياك الله. مساكم الله بالنور والسعادة أخوي عيلي أختي زينب، حقيقة اليوم أنا سعيد ألتقي فيكم. أنا سعدت في هذا المكان الجميل. الله يعطيك العافية وخاصة بالمقدمة الجميلة اللي قدمتونا فيها. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. الله يعني مبارك ما شاء الله خبرة ما يقارب 10 سنوات في مجال المغامرة الاستكشاف حب الطبيعة، لو تكلمنا أكثر عن بداياتك في هذا المجال وشو أنواع الرياضات اللي تحب تمارسها من خلال المغامرات والاستكشاف.
شوفي يعني بداية أنا أذكر مقولة الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه ويطول بعمره. آمين. يقول لابد لكل إنسان يكون عنده هواية شغف أو رياضة. فالبطالة مش بطالة وظيفة، بطالة فكر. من هالمنطلق نحن نعرف أن دولة الإمارات العربية المتحدة غنية بتنوع التضاريس اللي فيها، جبالها، بحارها، الصحراء، وخاصة نحن نتكلم في موسم جميل اللي تتكلمنا من موسم من نوفمبر إلى إبريل، فعندنا مجال جميل لممارسة الرياضات. أيضا في فصل الصيف عندنا أيضا البحر، فهو جانب أيضا آخر يدفعنا لممارسة الرياضة وحب الرياضة وتشجيع الناس على ممارسة الرياضة. حقيقة بداياتي كانت بداية قبل أكثر من 12 سنة، دخلت في مجال الرياضة والهايكنج والتسلق. اكتشفت أني أنا بالفعل عندي تناغم جميل بيني وبين الطبيعة، أحب أمارس الرياضة فيها بشكل مختلف تماما. ربما الكثير يعني يقول أنا أمشي في الطبيعة، أنا أقول نحن ما نمشي فقط في الطبيعة، نحن نتذوق الطبيعة في المشي هذه، وخاصة في دولة الإمارات فيها تضاريس متنوعة، جبالها، وإذا ما تكلمنا عن إمارة الفجيرة ترى إمارة غنية لجبالها. وأيضا الإنسان الممارس هذه الرياضة يحس أنه دائما في شغف، في حب، وأنه أصلا عايش بطريقة مختلفة. وهذا هو الجميل الرسالة في ممارسة الرياضة وممارسة المغامرة. طبعا كثير يمكن يفكر يقول المغامرة يعني هي تحديها قوي أو تف، أقول بدايتها في أي شيء. أي إنسان فينا لو يسأل نفسه اليوم شو أكبر تحدي عنده ذاته، يطالع عنه نفسه أنه ما أقبل على المحاولة. وكانت هذه بداياتي أني أدخل في عالم المغامرة، والحمد لله رب العالمين سافرت لدول كثيرة، جربت كثيرا، وصلت لقمم، ودائما أنا أفخر وأسعد أني أقول أنا وصلت، لكن اللي وصل معي من؟ وصل معي كل من يحبني وكل من يعزني، وهذا ما شاء الله عليك. نعم، يعطيك العافية حقيقة مبارك. يعني للأمانة أنا أسأل نفسي يعني شو اللي خلى مبارك يرتبط بهذا الجانب ارتباط كبير؟ هل هو أشخاص، هل هم أشخاص معينين دعموك، وقفوا بجانبك، شجعوك بأنك أنت تخوض هذه المغامرات وخلوك تستمر فيها، أم هو يعني رغبة شخصية منك أنت أنت تستمر في هذه المغامرات؟ سؤالك جدا جميل. لأي هواية، أنا ما أتكلم أي هواية عندي وعندك وعند غيري، إذا ما جربها ما راح يكتشف فيها. صحيح. صحيح. فبداية أنك تجرب الهواية اللي تحبها، وأنا أمانة عندي حب الهايكنج والتسلق والمشي في الجبال يعني، والتسلقها بشكل مش طبيعي. فبداية أني جربتها حسيت أني بالفعل أني أحب أن أمارس هالهواية. صار تفكيري ما كان على، ربما البداية كانت على مستوى المحلي، لكن بعد ذلك لا، ما صرت أفكر اليوم قمة بخمسمائة متر، لا لا هاي خلاص اليوم أنا أقول وصلت يعني لله الحمد، وصلت إلى قمة إفريقيا، سفح إفريقيا، أتكلم عن 5895 لما وصلت إلى قمة جبل كليمنجارو. فعرفت أنه لا، أنه في الحياة مغامرة، وأنه راح أعيشها مرة واحدة إذا ما جربت، فأشياء كثيرة راح توعني. هي مش دعوة أن الناس كلهم يكونوا مغامرين، لا، الدعوة هنا أن كل إنسان لابد أن يكون له هواية. كل إنسان لازم يكتشف شو اللي هو شيء يحبه. فنان ترسم، ارسم، موسيقار اعزف، رياضي مارس رياضتك، ودائما تذكر انك انت في منافسة، مش منافسة بين مبارك وعيلي ولا عيلي مبارك، لا، مبارك ينافس مبارك، وهذا الأهم. كيف انا اطور نفسي وكيف انا اليوم اتقدم وكيف اليوم لازم اصير. امانة يعني من اكثر الاشياء اللي انا ارجع لسؤالك يعني خلاني اعشق الهايك او المسير في الجبال والتأقلم، ربما المهارات اللي تعلمتها اليوم، مهارة أني أتأقلم في جو صعب، كيف أنا ممكن أعيش في خيمة وكوخ، وكيف مثلا أكل من أكل يعني المغامرين، أعيش، هاي كلها مهارات، مهارة من مهارات جدا جميلة. اليوم إرادة، الوصول للقمة مش سهل، يتوقعون كثير أنا بمشي خمس ولا عشر أيام راح أوصل، لا لا سامحني، أنت محتاج تشتغل على نفسك، تتعب على نفسك، تمارس نفسك، تتدرب قبل، تقرأ، تتثقف، تعرف أنت وين ساير، وأنت مهم ترى بالنسبة للجميع، أنت مهم أول شيء بذاتك ولغيرك، فلا بد أنك تعرف أنت وين ساير. المغامرة مش هي بس أنا شيل حقيبتي وشال أدواتي وساير، لا، هي فيها تدريب. قبل ما ندخل أي مغامرة أمانة يمكن من 3 إلى 4 أشهر نتدرب، ما شاء الله، أكثر من سنة نقرأ، نبحث وين سايرين نحن، مع من سايرين، شو المخاطر اللي ممكن نواجهها، هذا الأهم. يعني كثر ما تطور نفسك، كثر ما تثقف نفسك. ولهذا من أكثر الأشياء أنا حبيتها أقول لك أمانة أني أنا بديت أطور من شخصيتي، من ثقافتي، من معرفتي، أطور من الأدوات اللي بستخدمها،
اليوم حتى أبسط شيء يعني إذا دخلنا الإسعافات الأولية، اللي ما يعرف إسعافات أولية أقول لا تدخل هالمجال، تعلم وادخل، لأن أنت مهم وربعك اللي معاك مهمين. يعني جمع المعلومات الكافية مثل ما ذكرت مبارك عن الموضوع، مش أغامر فقط للمغامرة أو أني أحصل اسم مغامر، لا، حب وشغف بالشيء. ما راح أقول لك أنت كان عندك خوف أو كسرت حاجز الخوف، لأنه ما شاء الله مبين أن أنت تعشق الهايكينج وتسلق الجبال. بما أنك ذكرت قواعد الأمن والسلامة في المغامرات مبارك، لو تكلمنا عن أهمية بالفعل إلمام المغامرين وحتى الأشخاص اللي حابين شوية يغامرون أو يطلعون مثل هذه الرحلات، أهمية بالفعل أن يكون عندهم معلومات كافية عن معايير الأمن والسلامة الخاصة بالتحديد بتسلق الجبال. يعطيك العافية، سؤال جدا جميل، وأنا دائما أقول يعني safety first، حياتك أولى من أي مغامرة. من الضروري جدا أنه يطلع على المكان اللي صاير، يعرف شو الأدوات اللي يستخدم، ما يصير لي في مكان يعني ما علي سامحيني الحذاء الخاطئ يستخدمه في مكان خاطئ، هاي أكيد راح يضر نفسه. الأدوات اللي يستخدمها، أقل شيء شنطة الإسعافات الأولية معاه، أقل شيء عارف كيف يستخدم الأدوات هذه، كيف ممكن يطور من مهاراته في الإسعافات الأولية. أيضا جانب مهم جدا إنه يستخدم الأدوات السليمة في المكان السليم. اليوم أنا يمكن عندي العصا الهايك أستخدمه، أنا ما محتاج عصا، أنا محتاج هنا حبال، لازم أعرف كيف أتعلم استخدام الحبال، وهذا شيء جدا مهم. رسالتي أمانة للجميع هي دائما رسالتي الأمن والسلامة قبل أنك ما تغامر أو تدخل في أي مجال، حتى في مجال الدراجات الهوائية. أنا أعطيك مثال بسيط، يمكن الدراجات الهوائية يعني إذا الإنسان ما لابس الخوذة أو الهلمت فتأكد أنه ناقصنا شيء، يعني وخاصة في الشارع العام، فما بالك لما تصير في منطقة معينة أدواتك الكاملة معاك، أغراضك معاك، أو منطقة جبلية وعرة أكيد يكون الأخطار فيها أو المخاطر أكثر. والله نحن مرينا في بعض التجارب، أنا أقول لك يعني في تجربتي الأخيرة في النيبال في إيفرست، اضطرينا نستخدم الطائرة العمودية لنقل أحد أعضاء الفريق. فإذا نحن ما عندنا إلمام، ما عندنا التواصل السليم، ما عارفين خطة الطوارئ، ما عندنا أرقام صحيح. ما عندنا أرقام التواصل بشكل جيد، ما نقدر نخليه في مكان، كيف نحدد موقعنا في مكان ما في إرسال. فالأمور هذه كلها محتاج الإنسان يتعلمها، وهي تأتي بالممارسة حقيقة، ابدأ داخليا وروح للعالمية. صحيح، يعطيك العافية. أنا الأمانة عندي سؤال وأحسدك عليه حقيقة. أنا في شكلك ساعدي أحس أنك يعني عندك شيء. سؤال هو الشعور، أنا نفسي يعني أحقق هذا الشعور، أكيد أنت مر عليك هذا الشعور. شعورك مبارك وانت تحمل علم دولة الإمارات وانت فوق احدى قمم هذه الجبال الشاهقة، قمم المعروفة. شوف، ربما بالنسبة لقصتي مع العلم قصة جميلة، انا ما احب اطلع اي مكان بدون العلم في الحقيبة. العلم اليوم مش فقط يعني مبارك شال عشان، لا، العلم انا اعز ما املكه، هو رمز الوطن معاي في كل مكان، الوطن من الارض والقيادة والشعب، فأنا أحبهم دائماً هؤلاء يكونوا معاي في كل مكان. حتى في كثير من مسيراتي أحياناً وخاصة في الأيام الوطنية أجري بالعلم، أطلع القمة بعلم، غير أني أحمله في النهاية، لا، أنا جاري بالعلم 10 كيلو في صباغ زايد الخيري، رقم ثقلة لكن تركض. وكثير من الناس يوم يشوفوني الآن يسموني فلاغمان، ينتظرون منه رجل العلم يشاركنا. بالعكس، هذا شعور ما يوصف. لما اقول لك انا يقولون عيال زايد وصلوا، في تفاصيل كثيره في الرحله ما نقدر نتكلم فيها لان لازم نستشعر فيها لحظتها، لكن لما نصل قمه الناس يشوفون نجاح. انا اشوفه اكثر من نجاح، انا اشوفه وطن معاي في العلم. يعني اليوم اللي شاركوا في الاولمبياد في النهايه للفاي شو يرفعون؟ علم الدوله. فنحن علمنا دائما معانا، وهذا انا افتخر فيه امانه ان وين ما رحت علم دولتي معاي، وأنا سعيد أن أكون من الناس اللي دائماً العلم معاهم. يصير ربما هم يشوفونها 4 ألوان لكن في قلبي وقلبك وقلب كل إماراتي شيء أكبر بكبير، الوطن. أكيد، أنت تقول تفتخر بهالشيء خالد، وإحنا نفتخر فيك اليوم بهذا الكلام الرائع، والحب والشغف للطبيعة وللاستكشاف خالد خلاك أيضاً تأسس فريق جميل، فريق شغف للجميع. كلمنا أكثر خالد عن هذا الفريق اللي ما شاء الله ذكرته في أكثر من مرة وقلت أنا والفريق، أنا وأعضاء الفريق. شوفي، شغف المتحدين اللي أسسنا هذا فريق، يعني هو فلسفة رياضية، إنه اليوم هذا الشغف الموجود عند مبارك وعند علي وعند زينب،
هذه ما ينافسون آخرين، كل من ينافس نفسه شغفه فيه. فأسسنا فريق للرياضة الجميع، نلهم الناس نساعدهم. أنا أدري كل إنسان فينا وده يكون رياضي، يمكن سبحان الله الوقت ما يسعفه، المكان ما مهيئ له، لكن قبل أيام أو أقل من أسبوع شفنا صورة جميلة جداً لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، يقول لابد أن ما الله يحفظه ويبارك فيه، لابد أن ما تشغلنا مسؤولياتنا عن شو؟ ممارسة الرياضة. شفتوها كلكم، فهذه رسالة ترى فيها عمق كبير. فأكيد يعني الفريق اللي أسسناه نحن في أكثر من 200 عضو، مارس رياضة بمكان اللي تحبه، شكل بنفسك بنفسك. أنت اليوم يا مبارك ما تقدر تجبر الناس كلهم يكونون مثلك أو علي يكونون مثله، لكن أنت تقدر تكون اليوم أفضل من أمس وباكر أفضل من اليوم. مارس الرياضة بالشكل اللي أنت تحبه، شجع الناس على الرياضة. نحن رسالتنا ترى واضحة أن الرياضة مهمة. اليوم أنا ممكن أمشي أمارس رياضة، ممكن باكر في المستقبل أحمي نفسي من إصابة وأوفر على الدولة قيمة أدوية. ترى الناس كثير ما يعرف، وخاصة الحمد لله رب العالمين ننعم في دولة الإمارات، دولة السعادة، فيها من الخدمات والمرافق الرياضية بشكل ما تتصور. اليوم ممكن أخ علي إذا حاب يمارس الرياضة مثلا، أتكلم الساعة 12 بالليل، حد يقدر يقول لي لا؟ جولة آمن أمان. اللهم لك الحمد. نعم. دارنا دار أمن وأمان. لو تطلع الساعة 3 في الليل تسوي رياضة ما عندك أي مشكلة. مش تسوي رياضة، لو تطلع 3 في الليل تشوي، إيه؟ ما حد يقول لك شيء. نعم. ولا حد بيجيك ولا هم يحزنوا. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، اننا علينا بقياده. فضل الله سبحانه وتعالى وفضل القياده الرشيده الحكيمه. نعم. اللي اولت اهتمام او اولى اهتماماتها اصلا هو المواطن وراحه المواطن، امن وامان المواطن. الحمد لله. عسى الله يحفظها ويطول في عمرها. انت اليوم اسعدتنا بتواجدك حقيقه، بكلامك الجميل، بمغامراتك الشيقه اللي حمستني انا لحد ما اني انا احاول اني نسوي هايكينج بس 2 كيلو 3 كيلو شيء على قد يعني على قد خفيف على قد علي. وهذه دعوه لكم ان شاء الله. الله يسلمك. في الموسم القادم ان شاء الله في بدايه نوفمبر تكونون احد اعضاء الفريق وتشاركونا ونسعد فيكم. تسلمني. الله يسلمك. كنت معنا طبعا المغامر الجميل الخلوق مبارك علي الحمادي. شكرا جزيلا لك على تلبيتك الدعوه وتواجدك معنا هنا في استوديو الفجيره. شكرا. يعطيك العافيه مبارك. الله يحفظكم ان شاء الله وانا اسعد. شكرا. الله يسلمك. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وسنعود إليكم، انتظروا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا، وما زدنا مستمرين معكم ومع فقرات برنامج استوديو الفجيرة، والحين جئنا لفقرة حديث الفجيرة. ضمن خطط برامج المراكز الثقافية الإبداعية في إمارة الفجيرة للمخيم الصيفي 2024، يستضيف مركز مسافي الإبداعي دورة خطوط وألوان، واللي تسلط الضوء على محاكاة الألوان لصنع لوحة فنية إبداعية. نعم مشاهدينا، حيث تهتم المراكز الثقافية في تنشيط الحركة التشكيلية بالدولة، ومن هذا المنطلق تم تقديم دورة خطوط وألوان. وللحديث أكثر عن هذه الدورة حقيقة نستضيف الأستاذ إبراهيم العوضي، وهو فنان ومحاضر بالفنون التشكيلية. أهلا وسهلا فيك أستاذي الفاضل، يا مرحبا بك. يا مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أمسي على مشاهدينا الأعزاء عبر قناة الفجيرة المتنوعة الجميلة. الله يسلمك. يا حياك الله. طبعا أستاذ إبراهيم، في البداية يا ريت لو نتحدث عن دورة خطوط وألوان التي تم تقديمها في المراكز الإبداعية في إمارة الفجيرة، شو الهدف منها أستاذ إبراهيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وجهت لي أنا كدعوة من وزارة الثقافة، أكون شاكر لهم طبعا، وهذا دعم خاصة كل صيف كذي، بس ما شاء الله السنة يعني اهتمام بشكل باين. وزارة الثقافة طبعا على رأسها معالي الوزير الشيخ سالم القاسمي. نعم. وسعادة السادة منى السويدي مستشار القطاعات في وزارة الثقافة، هذا الدعم لهم للمراكز الثقافية في الدولة. أنا وجهت لي دعوة الحمد لله، عندي تقريبا 4 مراكز. أول مركز في مركز مسافي
لمديرتها الأستاذة أمل الكعبي، ما شاء الله مهتمة في هذه البرامج اللي وضعتها الوزارة لجميع المشاركين في إمارة الفجيرة. وبعدين لا ننسى أيضا عندي ورشة أسويها دائما أخلص منك في مركز الفجيرة، مديرتها الأستاذة وداد الحمودي، وداد الحمودي هناك ما شاء الله دائما أشوف الحركة. أنا لما أروح هناك السنة هذه رغم أني أنا كنت في وزارة الثقافة وتقاعدت، ولكن سبحان الله كأني ما تقاعدت لما شفت الكم الهائل اللي في المراكز في جميع الأنشطة وخاصة في أنشطة الفنون التشكيلية. هني عندك هذه المراكز، وبعدها إن شاء الله بيكون في مركز رأس الخيمة عند الأستاذة موزة المسافري، عندك في مركز إمارة عجمان مديرة الأستاذة بدرية علي الحسني دائما تعطي هذه الأنشطة، طبعا لا تقل أنشطتهم عن المراكز الأخرى إنزين في هذه المراكز. وأنا يسعدني أني أنا أعطي كل ما هو شيء للفنون التشكيلية، وضعت طبعا عنوان خطوط وألوان قدمتها أول شيء في مركز مسافي اللي في الفجيرة هني. بالفعل لقيت الترحيب، لقيت المكان المناسب، لقيت يعني الإقبال الكثير اللي الأعمار، لأني أنا حطيت رغم أني حطيت أعمار معي تقريبا من 15 سنة فما فوق، بس ما شاء الله لما يجيك الكم الهائل هذا وأنا ما أقدر يعني مثلا نقول إحنا نمنعهم أو شيء، لا بالفعل نحن دائما احنا مثلا تقول التوجيهات هذه اللي اسستها الوزاره حتى فئات المجتمع والاطفال وغيره عندهم هذه المراكز. الحمد لله ولك الشكر، يعني صراحه انا كشخصيا اقول اشكر حكومه الامارات على راس رئيس الدوله الله يحفظه ونائبه على وضع مثل هذه التوجيهات والمراكز هذه اللي توجهت. ولا الحين أنا أفكر أقول الأطفال وين بيروحون هذه المراكز التجارية؟ لا، استغلال وقت الصيف مراكز أكيد ثقافية إبراهيم. بالفعل لمثل هذه الأمور نفس ما ذكرت، والجميل أن أنت قلت تفاجأت، يعني ممكن مش بس الأعمار اللي حددتها، لا طبعا. ممكن حضرت فئات أصغر. بالتالي أستاذ إبراهيم ما شاء الله كونك فنان وأيضا محاضر بما يخص الفنون التشكيلية، أهمية بالفعل تقديم مثل هذه الورش التدريبية ومثل هذه الورشات وأيضا المحاضرات بما يخص الفنون الإبداعية. حلو، سؤال جميل. مثلا ما أقول لك توجيهات الوزارة، سعادة من السويدي دائما تطلب نطلع مبدعين هنا يدون، خاصة إن كانوا في المسرح وكانوا بالفنون وكانوا. أنا في مجالي الفنون التشكيلية اللي بديتها في مركز مسافي الثقافي هذا، بديت طبعا أشوف ما شاء الله يطلع ناتج، أشوفه بدأ يطلع خلال يومين. أنا طبعا على مدار 4 أيام، أنا يومين الحين أصلي وعقب الحمد لله رب العالمين أنا أطلع الخلاصة، أطلع المبدعين في الرسم حتى شو أني ناخذ أساميهم ونجمع في من كل مركز، سواء في مركز عجمان، مركز الشارجة، مركز رأس الخيمة، مركز ملقيوين، طبعا مركز ملقيوين مدير الأستاذ عبد الله بعصيبة هناك، طبعا يكون هو الجدول واحد. أتنقل أنا كفنان تشكيلة، أتنقل في مجال الفنون التشكيلية، أطلع هذه الإبداعات هذه. مثل ما قلت لك الزين يعني في شو، أنا لما أشوف ما شاء الله مو بالله بس على أرض الدولة هذه المواطنين، بس مقتصر على المواطنين، لا حتى الأخوان الوافدين والمقيمين على أرض الدولة هني سبحان الله، ما يعني يقول حن نتعلم الأمور متوفرة عندنا. الشيء اللي ساعدني سبحان الله تفاهم أولياء الأمور لما أيون متفاهمين على طول، يسجل ولده كل حاجة، ما في لا لتيب ولدك، ما في مكان لا تفضل. جميع المراكز سبحان الله أنا اللي شفته هني في المركز هذا، في مركز مسافي ومركز الفجيرة ما شاء الله اليوم صار عندي مركزين كم هائل. بالفعل مركز عجمان كذلك نفس الشيء، أنت توصل لي مثل معلومات أنا هني بس توصل للمعلومات أنا أشوفها مثلا مركز رأس الخيمة وغيره، لكن إن شاء الله لما أروح أنتقل هناك
بشوف وان شاء الله كاميراتكم تروح تنتقل وتصور كل الاحداث هذه الموجوده الخاصه في وزاره الثقافه وانشطه وزاره الثقافه واهداف وزاره الثقافه من هذا من هذه الانشطه هني الموجوده في الدوله. اكيد اي نعم نعم. طيب استاذ ابراهيم، ما في شك انت تطرقت لكثير من الجوانب ولمناقشتها طبعا من خلال هذه الدوره، ولكن السؤال هنا ما هي أهم هذه المحاور ولا النقاشات، أبرز النقاشات اللي تم تطرق لها في هذه الدورة؟ والله دائما أنا أتطرق أن الحوارات أن يكون اهتمام، أنا داخل اهتمام أتطرق إليه دائما بالفن والفنون، خاصة أن أنا أسعد إذا أنا أكون كخبرة 30 سنة أدخل مثلا بالفنون. طبعا كان أدرب جميع الطلبة والطالبات في الكلية، سواء أدرب الأحداث وأدرب الإعاقة البصرية أدرب هني أنا هدفي أطلع الخلاصة من هذه أركز عليهم، مو معنات أن أركز على هذه والباقيين لا ننهيهم، لا ترى الدورات مستمرة. صحيح. فطبعا جيل بعد جيل بعد نطلع منهم هذه الخلاصة، لأن أساس أن الوزارة مثل ما تقول نحن على قدم وساق، جميع الموظفين جميع المدراء الوزارات حلوة. يعني أنا مريت المراكز حلو، يوم أنت تعطي ورشة والمديرة تدخل تشوف تعال، ما تجلس في المكتب، تتابع الموضوع، تتابع هذا الصح، ما بنا مثلا أنا مثلا يخلونا أنا أرتاح كفنان أشوف بالفعل أن المدير متواجدة تشوف الشغل بعينها وتشوف هذا. هنا تقدر نحن مثلا نركز عليهم ونطلع مثل ما قلت لك الخلاصة هذه ونعرضها على الوزارة، وإن شاء الله في نهاية المطاف بنسوي كل المراكب بنسوي لهم معرض، عاد وين يحددونه بالضبط هذا المعرض وتحت رعاية منو؟ لا العكس إن شاء الله ونتمنى كاميراتكم إعلامكم إن شاء الله يعملون هذه التغطية. فالك طيب إن شاء الله. يعني أستاذ إبراهيم أكيد يعني الحديث معك لا يمل. نعم. وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى، شاكرين لك على هذه الجهود المبذولة، وأكيد شاكرين أيضا لعملكم وقيامكم بمثل هذه الورش التدريبية وهذه المحاضرات الخاصة بالفنون التشكيلية، كل الشكر لك على هذا التواجد وهذا الحوار الشيق والممتع والرائع أستاذ إبراهيم العوضي. يطول بعمرك. وأنا نهاية أشكر وزارة الثقافة على توجيه لي، ما نسوني أن إبراهيم نبغاك تعطينا ورشة هني، وفروا لي الحمد لله الأمور اللي أنا أحتاجها. نعم. ويجزاكم الله الخير. أيضا نشكرهم. وأنتم كذلك الشكر موصول لقناة الفجيرة والقائمين عليها، وطبعا ما شاء الله الإعلاميين الموجودين هني معروفين على شاشة الدولة. يعطيك العافية، شكرا لك. الله يحفظك. حياك الله. يعطيك العافية. وصلنا الختام. نعم. ومسك الختام. نعم. مشاهدينا وصلنا لنهاية مشوارنا وفقراتنا في برنامجكم المسائي الحواري استديو الفجيرة، ترينا كل ليلة الساعة 9 المساء. دمتم بحفظ الله ورعايته. يعطيك العافية علي. الله يعافيك. يعطيك العافية زيارة. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم للمحطة الأخيرة من محطات هذا البرنامج ولهذه الليلة، على أمل لقاء بكم إن شاء الله في محطات أخرى قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل واصبحوا